مجلس الحكومة اليوم جرى التنويه بالمشاركة المغربية في مباريات كأس إفريقيا كاف، وتأكيد على ضرورة تشجيع جهود الفريق الوطني مع تأكيد على الثقة في قدراته حتى يحقق تطلعات المغاربة في الفوز باللقب. فمتمنياتنا لهم بالنجاح، وإن شاء الله سيشرفون بلده. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.